وهكذا الأهلي وانتصاراته تكون ملهمة، ملهمة للإبداع. كم من الأغاني طلع من امبارح لحد النهارده، هنجيب لكم اللي قدرنا نتحصل عليه، لكن الفرحة حلوة ولما تكون من القلب. الحقيقة كمان يا جماعة اللي كان ملفت جدا ردات الفعل العالمية. العالم يهنئ بمعنى الحرفي، كمية البرقيات والتهاني والتغريدات والتويتات اللي قيلت للنادي الأهلي حتى من المنافسين الكبار، حتى من الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية. أنت متخيل إن مع صفارة الحكم أول حد يبعت التهنئة مانشستر سيتي ويقول نلقاكم في المملكة العربية السعودية، واتحاد جدة السعودي نفس التهنئة. رائع جدا إن اللي هينافسوك مترقبين من مين بطل افريقيا، من بطل افريقيا، وكانوا متوقعين هو الاهلي دي تاني. هو الاهلي تاني، وده هيلقي علينا مسؤوليه كبيره هذه المره، لان المنافسين مختلفين. السيتي، جارديولا، هقول لك ايه تاني. طيب البطوله من 12 ل 22 ديسمبر الجاري القادم ان شاء الله تعالى في المملكة العربية السعودية، دي النسخة الأخيرة اللي هيشارك فيها 7 أندية، لأنه ابتداء من نسخة 2025 هتكون بالنظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية اللي هتبقى بمشاركة 32 نادي. لكن ردات الفعل العالمية، أعتقد العالم كله كان يهنئ الأهلي، ونشوف هذا التقرير. التاريخ يذكر المجد دائما، التاريخ يذكر الأبطال دائما، لهذا التاريخ يذكر الأهلي دائما في كل مكان وحين. تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه جعله حديث العالم أجمع بعد مواصلة تحطيم أرقامه القياسية. ولكونه كبيرا لا يتحدث عنه سوى الكبير، فجاءت التهنئة من كبير الأندية العالمية مانشستر سيتي المتوج منذ يومين بدور أبطال أوروبا بعد موسم تاريخي لأبطال اللون السماوي. وكتب سيتي على صفحته الناطقة باللغة العربية: تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في المملكة العربية السعودية. وتلتها تهنئة من بطل آخر تأهل لمونديال الأندية وهو اتحاد جدة، وكتب: تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دور أبطال إفريقيا 2023، نشوفكم قريبا في كأس العالم للأندية. وكعادته مهنئا الأهلي دائما، نشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ عبر تويتر صورة لمانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ومحمد الشناوي حامي عرين القلعة الحمراء، معلقا عليها: تهانينا للنادي الأهلي المصري. وتغنى الاتحاد الدولي فيفا بالأهلي وإنجازه، ونشر الحساب الرسمي على تويتر صورة لتتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، معلقا عليها: ألف مبروك للأهلي المصري تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا. فيما وصف الاتحاد الإفريقي كاف الأهلي بملوك وأبطال إفريقيا، وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على فيسبوك: أبطال إفريقيا، نادي الأهلي هم ملوك دوري الأبطال للمرة 11 القياسية. ووصفت صحيفة بلايك السويسرية المدرب السويسري مارسيل كولر بالهائل بعدما نجح في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا من ملعب الوداد ليضمه إلى سلسلة من التتويجات هذا الموسم، فيما احتفل موقع سبورت وان الألماني بالأهلي الذي وصفه بالبطل العائد إلى عرش الكرة الإفريقية، فيما احتفى موقع جلوبو البرازيلي بالأهلي ووصفه بالبطل المهيمن على القارة الذي حجز مقعده الدائم في مونديال الأندية. ورصدت واشنطن بوست الأمريكية في تقريرها أن اللقب هو الثالث للعملاق المصري في 4 سنوات، وكان ثأرا لخسارته أمام الوداد في نفس استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المباراة النهائية قبل عام. أستاذ إبراهيم، العالم يهنئ. عندك يعني إن أول البرقيات تجي لك من السيتي واتحاد جدة، واتحاد جدة أنت هتشوف اتحاد جديد. يعني وصل لهم فكرة إنه يجيبوا ألمع نجوم
وهذا هذا بقى هيبقى قدرك كل ما توصل بعد كده، ان لا الخليج هيستقطب نجوم العالم. ف طيب ان انت تشارك في كاس العالم للمره التاسعه، وان انت تاخد الاميره للمره ال11، وان انت توصل للرقم 147 بطوله متنوعه في كره القدم على كل المراحل، سواء المحلي او الاقليمي او الدولي او القاري، ده رقم قياسي كبير جدا. 147 بطوله رقم قياسي، وبيقول يبقى انت اكيد في الاهلي. يبقى انت اكيد في الاهلي. ها طيب قول لي الترتيبات للي جاي، لان انت السنه دي عندك كميه تحديات يا جماعه. الاهلي خد 4 بطولات وقدام منه 5 كمان في 23، في 2023. لو سالتني بترتيب الاهميات، انا عايز الدوري. عايز الدوري جدا. ما ينفعش يعني، دي ما زغللتش عينك كتير، خلاص صفحه واتقفلت. نرجع بقى على الدوري، لان كل مره بتظلم الدوري او بتظلمنا في الدوري. المره دي الراجل ده واخدنا في سكه منطقيه كنا بنطالب بيها، انه مجهز الكل، وفعلا بقى عنده اكتر من فرقه، ما انتش عارف مين احتياطي ومين اساسي. وده بيطمنك على اللي جاي. وهو ده الصح. فرقه كبيره لازم تعتمد على ان هي يعني تبقى مستنيه اي مفاجآت. اذا كان لا قدر الله اصابات، اذا كان انتقالات، اذا كان يعني استجلابات جديده، وبالتالي بيبقى في هنخش بقى في التأقلم والانسجام فانت عندك السكواد اللي بيخليك تقدر تتحمل تعمل كل ده وانت ماشي.